دارس ديال اليوم اللي كان شارف بعد العرس الاسطوري اللي نظمته مجموعه اجيتك من الزين تزاور الحلال اشراف الاخ والصديق مصطفى باري، يعني اللي سينظم بالفندق العالمي حياه ريجنسي. اولا كنشكر كل المغاربه وكل المنابر الاعلاميه على التشجيع ديالها وعلى المشاركه القصه ديال الحب ديالي مع الناس في المغرب وخارج المغرب، يعني شكرا شكرا لكم بزاف، وشرف ليا شرف ليا. غادي نبقى نتفكر هذه اللحظات هذه طول الحياه وما عمري ننساها، لانها يعني بين الامور اللي كنت كنتمنى انني نحقق في حياتي، والحمد لله يعني جات هذه اللحظه، وكنتمنى الله يكمل بالخير علينا وعلى كل الشباب المقبلين على الزواج. يعني كنتمنى ان كل واحد مقبل الزواج يفرح ونفرحوا به ان شاء الله بحبيبي. لما نشكي حالي يلي شغلتي بالي، نبات سهران ليالي نفكر فيك. لما نشكي حالي يلي شغلتي بالي، بس سهران ليالي نفكر فيك. السلام عليكم، انا عبد القادر الشوير من مدينه سزائب، امين الشوير في العريس. نشكركم، كنشكركم جزيل الشكر، ومرحبا بكم ومرحبا بنا عندكم، وكنشكركم جزيل الشكر. هذا العرس، هذا العرس اسطوري، ما كنتش كنتخيلو اولا. من طبيعه الحال ما كانش على البال، والحمد لله ربي كبير وعنده كل خير. وكنشكر كاع الفنانه اللي حاضرين، كنشكر السي مصطفى اللي نسق مع الوليد ديالي في العرس، كنشكر الممولين اللي مساهمين، كنشكر الحضور اللي غادي يفرحوا لي بولدي، وكنشكركم. والولد ديالي كنقول له الله يكمل له بخير، الله يكمل له بخير، الله يكمل له بخير. العروس، والعروس هي ان شاء الله الله يكمل لهم بخير ويكونوا متفاهمين ان شاء الله بحول الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.